على آله وأصحابه أجمعين. إحنا بنرحب بيكم النهاردة، وده يوم تاريخي، بنعتبر دايماً جلسة حلف اليمين دي يوم تاريخي في حياتنا كمحامين، وإحنا سبقناكم قبل كده وما زلنا محتفظين بشكل ومظهر ومضمون جلسة حلف اليمين اللي هي أساس عمل المحامي، اللي هي التزام المحامي وثقته في نفسه، لأن أنت بتنفذ. لما تيجي تقرأ حلف اليمين مش كلام بيتردد، لا، ده أنت هتلاقي النقيب هيقول لك الكلام ده دلوقتي. لما تلاقي حلف اليمين وبتقراه من أوله لآخره بتلاقي كل كلمة بتحدد دورك كمحامي وإيه الشروط الواجب توفرها في حضرتك وإيه الالتزام المفروض عليك، التزام مع نفسك، التزام مع غيرك، التزام مع نقابتك، التزام مع المجتمع. كل دي بتحددها جلسة حلف اليمين. أكتر من كده، إنك أنت في جلسة حلف اليمين بيقول أحترم مهنة المحاماة وأحافظ على تقاليدها. مسألة مش كلام بيتقال بس، لا، هو ده مضمون عملك كمحامي، هو القسم ده مضمون عملك كمحامي. ليه؟ عشان القسم ده شرط من شروط قيدك في نقابة المحامين، شرط من شروط القيد في نقابة المحامين. ولذلك القانون قال لابد أن يكون جلسة حلف يمين. طب إيه؟ أنت النهاردة لما بتيجي، أنتوا لغاية دلوقتي حاصلين على ليسانس حقوق، مش محامين، لكن بعد جلسة حلف اليمين، بعد أداء اليمين اللي هو إجراءها يوم بالنقيب، بعد أداء اليمين أنت بتتغير وبتخش في مرحلة جديدة خالص بعد انتهاء من ترضية حلف اليمين. خلاص بيت محامي، بيت أستاذ، القانون كده، إنك أنت بعد أداء اليمين بتبدأ في مرحلة تانية في حياتك خالص. موضوع مش سهل، يعني وأنت خارج دلوقتي غير وأنت داخل الصبح. أنت خارج محامي، عارف يعني إيه محامي دلوقتي، بعد كده من النهاردة بيطبق عليك قانون المحاماة، بيطبق عليك قانون المحاماة بعد جلسة حلف اليمين. يعني إيه بيطبق عليك قانون المحاماة؟ بلتزم بكل مواد ونصوص وقواعد وضوابط ولوائح معهد محاماة، قانون المحاماة. يعني بمعنى ان اللي بينظم حياتك هو قانون المحاماة كله. علاقتك بقى بكل بالمجتمع، علاقتك بأسرتك، علاقتك بالنقابة، علاقتك هتتعامل ازاي المرحلة اللي جاية، كل دي امور بينظمها قانون المحاماة. قانون المحاماة بالنسبة لينا قانون احنا بنلتزم بيه، احنا بنشتغل بيه. وقانون المحاماه زي ما هو بيحافظ عليك وبيحافظ عليك من اول ما تخرج من بيتك الصبح وانت رايح المحكمه لغايه ما ترجع، في كل علاقتك بكل مؤسسات الدوله قانون المحاماه بينظمها لك وبيحددها لك وبيحدد اللي ليك ايه واللي عليك ايه. ده قانون المحاماه. قانون المحاماه احنا بندرسه، ولازم ان شاء الله انتوا تقروا قانون المحاماه كويس قوي، لان عشان تبقى محامي تقرا قانون المحاماه لازم. ليه؟ لان في حاجات في القانون لو انت ما عملتهاش هتتعرض لعقوبه في القانون، حاجات انت عدت عليك وما عملتهاش وما عرفتش مواعيدها، ما يمكن يترتب على دي عدم تنفيذك للاجراء ده عقوبة بالنسبة لي، عقوبة تأديبية، شاطب من الجدول ممكن. كل ده
احنا لازم نعرف قانون المحاماه. بالاضافه اليه بقى واهم، قانون المحاماه بيحدد القانون الوحيد اللي هو بيشمل المحامي واسرته بما فيهم الاب والام والزوجه والاولاد بالرعايه الاجتماعيه، مسؤول عن كل ده. يعني حضرتك لما تيجي في كل سنه تدفع الاشتراك وتدفع البطاقه العلاجيه، من حقك تشترك لوالدك، والدتك، ولادك، زوجتك. يعني مظله التامين دي كلها الوحيد اللي بيغطيها قانون المحاماه اكتر من الدوله، الدوله ما بتعملش كده. الوحيد قانون المحاماه اللي بيغطي مظله التامينات دي بالنسبه للمحامي واسرته. طيب ما هو فيه بالرغم من ان قانون المحاماه بيحافظ ويدي ويحدد وفي المحامي واسرته وكل الكلام ده وازاي انت بتمارس مهنه المحاماه كل ده، لا ما هو بيشترط فيك حاجات برضه مهمه جدا. المحاماه مش كلمه بتتقال، لا ده المحاماه او مهنه المحاماه دي من اعظم المهن، من اعظم المهن في الدوله، مش في الدوله بس، لا في العالم كله. المحامي ده احنا كمحامين كبار في السن كده دلوقتي يعني عظماء المجتمع، وانتوا عظماء المجتمع، انتوا علماء المجتمع. ليه هي كده؟ تعالى ارجع بالتاريخ لورا، شوف مين اللي كان نقيب محامين مصر، مين اللي كان نقيب محامي مصر؟ كلهم كانوا الوزراء، رئيس وزراء، محامين، لأن كان اللي بيتولى المراكز القيادية دي في الفترة دي في الحقبة دي من الزمن المحامين. محامين، ولما هتشوفوا النقاع تخش تشوفوا النقابة كده هتشوفوا العظماء بتاعت مصر اللي انتوا عارفينهم في التاريخ، هم دول كانوا يتقلدوا نقابة المحامين، منهم رئيس وزارة، منهم وزراء، كل دول هم المحامين. طيب النهاردة الفكر او اللي احنا الجيل اللي احنا عايزين نطلعه ونخرجه للجمعيه العموميه، لازم الجيل يبقى جيل يعرف يعني ايه مهنه المحاماه، يعرف يعني ايه المحامي، يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليك. انت النهارده هو ايه يعني ايه شروط الواجبه في المحامي عشان ابقى محامي؟ الاخلاق اهم حاجه، الاخلاق دي رأس مالك. أنا بقول لك الكلام ده عن خبرة، أنا بقالك 40 سنة أو أكثر 40 سنة محامي، بقول الكلام ده عن خبرة. الأخلاق، الأخلاق ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جه وصف سيدنا محمد بالأخلاق قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ما كانش الرسالة نزلت ليس؟ ما كانش الرسالة نزلت، لا، إنما وصفه بالخلق الأول، ما قالوش أنت عالم، أنت غني، أنت، لا، قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ده إيه؟ بداية الخلق، بداية الصفة اللي ربنا إيه؟ وصفنا بيها في شخص سيدنا محمد وقال له إنك لعلى خلق عظيم، وإحنا بننفذ الرسالة بتاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما جه بقى بعد كده والرساله نزلت، سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وقال له اقرا، قال له ما انا بقارئ ما بعرفش اقرا، قال اقرا تاني مره، قال له ما انا بقارئ ما بعرفش اقرا، قال له اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. يبقى اذن الأخلاق جت الأول وبعد كده جه القرآن، جه العلم بقى، قرا سيدنا محمد. يبقى إذن الأخلاق العلم بالتدريج كده، بداية الخلق كده، ربنا فرض كده، لأن هي دي القدر بتاع ربنا بالنسبة لنا. ليه بقى؟ لما نقول إحنا علم الأول، أخلاق الأول وعلم، طيب ما إحنا خلي بالك في المحاماة بقى، المحاماة مهنة عظيمة جدا
واحنا بنقول لكم اللي هيتمسك بالمحاماه ده هيبقى من عظماء المجتمع. احنا بنتكلم برضو عن خبره. طيب انت لما تقول العلم الاخلاق والعلم، طيب يبقى في ايه تاني بقى؟ الاخلاق لما تيجي، يعني ايه الاخلاق؟ هتلاقي كل جزئيه في حياتنا في المجتمع، مع نفسك، مع غيرك، مع جارك، مع ضميرك، الامانه اللي انت موكل بيها، كلها دي فيها الاخلاق، كلها فيها الاخلاق. يعني اذا النهارده ربنا سبحانه وتعالى، وهتلاقوا القران فيه ايات كتير، وسيدنا محمد فيه احاديث كتير، لان الاخلاق دي تتعلق بايه؟ بالقدره الالهيه بتاعت ربنا. الاخلاق دي في الانسان بس، مش في حاجه تانية، مش في اي مخلوق من المخلوقات. ليه؟ لان ربنا كرم الانسان. فجت محاماه النهارده اللي احنا بنتكلم فيها دي، هنعرف الكلام ده طبعا في معهد المحاماه. طيب ايه تاني بقى؟ انا كمحامي انا مفروض الصفات دي فيا، الاخلاق، العلم، الاحترام، الادب، الضمير، التقوى. شوف سامعين الكلام ده، حاولوا تحفظوه. الاخلاق، العلم، الاحترام، الادب، التقوى، دي كلها مش كلام، لا ده فعل، فعل احنا عايشينه، بنعيش بيه وفيه. ليه؟ لان بدون ده، اصل ده في كيانك، في جوارحك، ده بدون ده ما تعرفش تعيش. ليه؟ لان كل كلمه باللي انا بقوله ده كلمه بتنظم حياتك في المجتمع، بتنظم حياتك في المجتمع. عشان حياتك في ايه؟ حياتك في المجتمع، حياتك في المجتمع دي انك تتعامل مع جميع المؤسسات الموجوده في المجتمع، كل مؤسسات الدوله انت بتتعامل معها. الوحيد المحامي اللي بيتعامل مع كل مؤسسات الدوله، العام والخاص، العام والخاص، هو كده، هي دي مهنه المحاماه كده. وده بينظموا قانون المحاماه بالنسبه لك، هتعرفوا بعدين. يعني الموضوع مش ايه، مش انت بتمارس مهنتك عشوائي، لا، مفيش كده عندنا، مفيش حاجه عشوائي، كل حاجه بينظمها قانون ليك وعليك، وما تتجاوزش ولا نسمح بالتجاوز عليك ايا كان المهنه، ايا كان لا نسمح بالتجاوز عليك، ولا نسمح بان تتجاوز انت على الغير، لان هو ده قانون المحاماه، وهو ده اخلاق المحامين. احنا النهارده في جلسه حلف اليمين، مش مساله حلف يمين بس، لا، ده احنا بنبدا حياه جديده. اللي انا هقوله وبكرره، بعد حلف اليمين انت مطالب بانك تلتزم بحلف اليمين، تلتزم بقانون المحاماه، تلتزم بضوابط مهنه المحاماه. دلوقتي تصرفك النهارده محسوب عليك من النهارده، تحركاتك، سلوكك مع نفسك، سلوكك مع غيرك، سلوكك مع المجتمع، سلوكك مع الجهات اللي انت هتتعامل معاه، سلوكك مع نفسك ده ضميرك، سلوكك مع نفسك ده ضميرك. وخلي بالكم الضمير ده هو اللي احنا المحامين بالذات دي، طبعا احنا هنكمل بعدين.
ان شاء الله. وانا برضو بتمسك باللي انا بقوله، وانا هنتعلمناه برضو من ايه اللي حلف اليمين اللي النهارده مع النقيب مش هيبقى مجرد حلف، لا ده احنا هنسمع تاريخ المحاماه، تاريخ المحاماه وعظماء المحامين. النهارده احنا مع الاستاذ رجاء عطيه امين النقيب العام. هو عالم فقيه تعلمنا منه الكثير، والنهارده انتوا هتتعلموا منه اللي انتوا ما اتعلمتوهوش واللي احنا برضو ما اتعلمناهوش، لان المحاماه فكر متجدد كل يوم، جديد فكر متجدد متطور. احنا هنسمع معاكم الفكر المتجدد المتطور اللي هو كل يوم بيضيف للمحاماه، بيضيف للمحاماه فكر جديد، علم جديد،